طب بالنسبه للدعاء، من اداب الصيام الدعاء، الدعاء للصائم دعوه لا ترد. امتى؟ الاخ بيسال عن وقت الدعوه، قبل الافطار. قبل الافطار هذا وقت عاوزك تقضيه في الذكر، قبل الافطار تقضي هذا الوقت في الذكر وفي الدعاء. واعظم ما ثبت من، او اصح ما ثبت من الدعاء، ما رواه ابو داود بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر انه صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. دعوة النبي مختصرة بس جامعة صلى الله عليه وسلم.